اللي قال هم الأحكام الشرعية الإسلامية، الشريعة الإسلامية، الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية زادة لو فيها قصان اليد وفيها ما ملكت أيمانكم وغيره، ولكن فيها الاجتهاد وفيها الاستئناس وفيها عديد المسائل. ثانيا اليوم المواطنين يدفعوا في ضرائب، يعني كان تعمل نظام الزكاة تدفع أقل ناحية الضرائب، هنا الضرائب توصل 35% وتوصل حتى 40%. ولكن الزكاة حاجة والضرائب حاجة، أي هي حاجة أخرى. لكن في النظام الإسلامي مثلا قبل وقت الخلفاء الراشدين ولا وقت الدولة الإسلامية الأولى بعد مبناها سيدنا صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة جزية جزية ضريبة على الرؤوس وزكاة وخراج بالنسبة لأهل الذمة، معناها الناس اللي أصحاب كتاب ومعناها يعيشوا في الدولة الإسلامية وترعاهم وما تفتكش أراضيهم ويعطيوا يعني ضريبة على الأراضي تسمى خراجا وكتبوا فيها واجتهدوا فيها. لكن الزكاة أنت كيف باش تعملها؟ عملها في القانون الوضعي، تتعدى القانون الوضعي، تدعى عبد المجلس نواب الشعب، البلديات تطبق القانون الوضعي، مش كل واحد يجي يطبق، ما الآخر يجي يقول لك كيف نعمل تعدد زوجات من الأحكام الشرعية وأنا ضابط حالة مدنية والنجم كذا، والآخر يقول لك يا سيدي باش نعرس المثليين وأنا مثال عندي الحق باش نعمل هذا لأني رئيس بلدية. ما يلزمش ينطيحوا في المتاهات هذه. يعني هو رجل قانون نعرفه من الجامعة كلنا مع بعضنا، وقوله أنت تتمسك بالقوانين اللي موجودة وتتمسك كذلك بالقانون الوضعي. فيما عدا هذا مش كي نجي نقول لك ما عندكش حق تعمل صندوق زكاة تقولي لا انت ضد الاسلام ضد الحكم الشرعي، مستحيل. يعني المسألة ما هيش هذه، احنا يلزمنا الامور تكون منظمة. المجلة الاحوال الشخصية الجماعات المحلية اكيد تحول للبلديات في فترة 138 شقول سفر. تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو مساهمة في تمويل مشاريع ذات مساحة عامة، كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعات المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو مساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام فصل 40 هذا القانون. يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها، ويتعين اعلام الوالي وامين مال الجهوي المختص بهذا القرار، ويقع اعلام العموم بكل الوسائل المتاحه. تنتقل فواضل هذه الحسابات من سنه الى اخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبه ختم الميزانيه. صادق مجلس الجماعات المحليه ويصادق مجلس الجماعات المحليه على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانيه السنويه، وتصرف هذه الاعتمادات وفق نفس القواعد والاجراءات الخاصه بنفقات الجماعات المحليه. بيان سور، هو له ساعه زكيه اللي موجوده في تونس. احنا ما دخلنا حكينا على زكيه فتره وثمانيه زكي، وسمى قوانين وضعيه في تونس فيها الزكاه ويقول لك هاو الزكاه قداش، والزكاه مش 10% ساعات تكون 2.5% انت والمحصول وانت والمداخيل الذهب باش كيلو فلوس والفلوس باش العقارات وغيره ويتعدى عليها حول كامل. يعني فيها معناها يسميها فريضه معينه والفريضه تاعتك. الاشكاليه هي شنو؟ الاشكاليه هو انه تكون المسائل منظمه على اساس قوانين، وقوانين تكون عموميه واكثر يعني من هذا. تقنين الزكاه تقنين هو ديني نحكيو عليه مش معمول به في احنا في تونس. راهو الدين الاسلامي مصدر التشريع والمصدر الاساسي، ما عندناش مشكله في هذا. لكن يجب ان تكون هناك قوانين، خاطر واحد يعمل لك زكاه والاخر يمشي يعمل لك صندوق خراج والاخر يعمل لك حاجه اخرى، تكون في اطار القانون العام وتكون كذلك في اطار كما تقول تنظيم الهبات وغيره. انا معاه تشد دفتر وتعملها ومش وكذلك في اطار القانون الوضعي. من علاش عندنا مجلس نواب شعب؟ هادشي فتح العيون تو باش يجي معنا يعرف اللي هو راجل قانون وهو كمحامي شو يطبق القوانين، القوانين اللي هي وضعية مستمدة ومستلهمة من القانون الإسلامي وكذلك من قانون مقارن واجتهادات. وقانون الإسلامي ما هوش في جي، معناها عندنا احنا محرمين تعدد الزوجات انطلاقا من قراءة فقهية وقراءة اجتهادية. يعني القرآن فيه الإجماع وفيه النسخ وفيه كذلك الاجتهاد وفيه الاستئناس وفيه الاستصلاح وفيه معناها عديد المسائل في هذا. الإشكالية وأنه نخاف وأنه كل واحد ينطلق ويعمل لك إمارة وحده ويقرر شي حب. والإمارة مش معناها مفهوم، لأن الدولة هي راعية للدين. مثال عندنا تو أكثر من 6000 دار جامعة، 6050 تقريبا جامعة، وعندنا كنائس وعندنا بيع الكل عند الدولة. حتى بعد الكنائس المسيحية ما مثال بيع اليهودية السيناغوغ عند الدولة. الدولة هي راعية مثل هذه، تكون في إطار الدولة أنا نمشي معك وتكون في إطار قانون وضعي نمشي معك. تبيها زكاة مش زكاة، مش هذه المشكلة. المشكلة وأنه تكون مقنة في إطار قانون. هنا هو الإشكال، خاطر يقول لك مثلا توا صندوق الزكاة
الشركات اللي تعدى تحت قبة البرلمان اللي كان في مثال مبادرة تشريعية وما تعديش. يقول لك لو كان اسم صندوق ما جاء صندوق زكاة، كان جاء صندوق آخر ولا صندوق 26 ولا 21 ولا صندوق درا شنو ولا صندوق الهبات راهو تعدى. معناتها اليوم كلمة الزكاة هي ربما اليوم اللي تحيل إلى المدين ممكن موجود هذا لكن كذلك أعطيني أنت باش تعمل صندوق زكاة هل الناس ما عادش يدفعوا لك الزرايب ولا باش يدفعوا لك ولا لا؟ وأهل الذمة باش تعتبروا وقتها اللي يسمى أهل الذمة لأنه عندنا مواطن فما شكون يزكي فما شكون ما يزكيش، ما عنديش طبعا الزامي الضريبه الدوله تقول لك بسيف معناها فوالا هو الزكاه معناها المفروض كل انسان يقوم بالدوله نتاعو اكيد باش نعملوا محتسب جاي حاسب في العباد اما باش يولي زاد الدوبل امبوزيسيون. اذا الانسان يحب يزكي مش ممنوع راه باش يزكي كما الانسان اللي حب توا يورث بناته 90% وولده 10% ينجم في حياته يعمل هبه ويعمل حاجه ويورث بناته اكثر من ولاده وينجم يورث ولاده اكثر من بناته. معنا مباشره عبر الهاتف السيد منير الشرفي رئيس مجلس التونسي على الحقوق المدنيه. سيد شرفي صباح النور. اهلا بك عشان مرحبا سيدي، شكرا على قبول الدعوه. علاش الجدل هذا؟ علاش الجدل هذا فيما يتعلق بصندوق الزكاه اللي ديجا جدل تم اثارته وقت اللي بدا الحديث على مبادره تشريعيه لتمرير مشروع قانون تاع صندوق هكا في البرلمان وبعد نعرفوا انه تم اسقاطه. اليوم وقت اللي يتقدم رئيس بلديه الكرام بمبادره كما هذايا ويرتكز على الفصل 138 من قانون الجماعات المحليه، باقي الجدل موجود، كيف تفسرون ذلك سيدي؟ والله شوف هو الموضوع نتاع بلديه الكرم انا نرى فيه تسلط على الدوله وعلى مدنيه الدوله وعلى مؤسسات الدوله. يعني عباره زكاه هي عباره طبعا دينيه، زكاه هي شعيره من شعائر دينيه. نعم. وشعيره هذه يقوم بها الفرد بينه وبين خالقه، وانا لما نزكي ونعطي قسط من مالي الى المساكين والجوعى نعطيهم مباشره ونعطيهم صفه فرديه ونعطيهم صفه نجم نقول السريه، يعني بيني وبين ربي بيني وبين خالقي معناها بيني وبين خالقه ماذا به اليد اللي صار ما تعرفش اش عطات اليد لمين. هذه حاجه. وحاجه ثانيه ثم بعض الشعائر اللي تقوم بها مجموعه مع بعضها كما الصلاه جماعه، لكن عمري ما سمعت بالزكاة جماعة، هذه بدعة نسميوها. لكن المعروف هو أنه الجماعة الاتجاه الإسلامي بمختلف مكوناتهم وأحزابهم يحبوا عندهم استراتيجية بأنهم يدسوا شيئا فشيئا بعض العبارات اللي عندهم من كونوتاسيون ريليجيوز، عندهم معناها مفهوم ديني، باش يدخلوها في الحياة العامة حتى ينسفوا شيئا فشيئا الدولة الدينية، الدولة المدنية عفوا. الدولة المدنية احنا تونس دولة مدنية من قديم الزمان مش جديد، ومدنية الدولة ينص عليها الدستور صراحة في فصله الثاني، تونس دولة مدنية، والدولة هذه مدنية عندها مؤسسات، عندها حكومة، عندها مجلس نواب، عندها وزارة المالية، عندها البنك المركزي، عندها الأداءات والضرائب، هذا الكل يخلي الدولة هي المسؤولة على توزيع ما تأخذه من المواطنين عبر الضرائب والأداءات. بقى لما يكون واحد يقول أنا مش مالي واسطة، أما بين المواطن والدولة شكون كلفك، ولا بين المواطن وخالقه شكون كلفك، معناها هذايا تعدي على مؤسسة الدولة، خاصة وأنه مجلس النواب رفض تزكية موضوع صندوق الزكاة ويصبح من يقوم بهذا العمل مخالف لإرادة الشعب، إرادة الشعب اللي مثلها مجلس النواب اللي رفض صندوق هذايا. ثم أنا صندوق هذايا طبعا ونجم يقول لك حتى حتى المجالس المحلية منتخبة وهي تعكس وتعكس إرادة الشعب زي ده اختيار الشعب. المجالس البلدية والبلدية نفسها هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وما يلزمش يكون مؤسسات الدولة يكونوا مختلفين ويكونوا متعارضين. يعني ثم مؤسسات قوية أقوى من مؤسسات البلدية اللي هي المجلس التشريعي أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية. هذه المؤسسات هي المؤسسات القوية في الدولة، وعلى المؤسسات الأخرى أن تكون معناها متناسقة مع ما يصدر عن المؤسسات الهامة والكبيرة واللي هي ترسم سياسة الدولة أخذا بعين الاعتبار طبعا ما ينص عليه الدستور بصريح العبارة بأن تونس دولة
مدنية. ولكن الباب السابع من الدستور سي الشرفي نجم يقول لك احنا ماشيين في اطار لا مركزية وتركيز الحكم المحلي ودخلنا التجربة هذية كما قلت لك انطلاقا في السابع من الدستور، لذا معناه تضمين الحكم المحلي فيه. ما يلزمكش تخالف الدستور وما يلزمكش يقولوا إرادة الشعب، وإرادة الشعب ناخذوها من البلدية ولا ناخذوها من مجلس النواب؟ مجلس النواب منتخب باش يمثل الشعب ومجلس النواب رفض هذا المبدا، يعني انت باش تولي في التناقض مع الدستور ومع ما استاذ منير كان تسمح سؤال مرحبا بك سي منير كان تسمح سؤال هو الحق زاد حتى في السلم التفاضلي للقوانين القانون اقوى من بيان سور القرار نتاع رئيس البلديه ومجلس البلدي، الدستور اقوى من كل، بعد تجي القوانين وبعد تجي المراسيم وبيان سور دو سويت معناها تعرفها سيادتك لا يغشي دي نغم جوريديك. من وجهه نظر عمليه استاذ، لانه الدوله هي رعيه الدين، هل ممكن القيام بتظلمات او دي ريكور معناها اما اداريين تسلسل إداري لأنه زاد البلديات عارفها موجودة اللي هي خاضعة كذلك لوزارة كاملة، وإلا كذلك حتى قضائية؟ والله شوف سؤالك مهم جدا، ولكن لو تسمح نزيد وبعدين نرجع لسؤالك. أنا سمعت سي العيوني البارح في تصريح يقول هذه أموال احنا باش نعاونوا بها المدارس والمستشفيات اللي هي ناقصه، واذا المدرسه فيها بالار مكسر واشياء من هذا. نحب نقول له اللي هذا راهو من مهمه الدوله، والدوله هي تاخذ من عند الناس الضرائب، وثم وزاره الماليه، وثم الواد فينانس قانون الماليه، والقانون الماليه يصدق عليه مجلس النواب، وكل وزاره عندها ميزانيه نتاعها، وزاره التربيه ووزاره الصحه هما اللي عندهم مهمه تصليح البلاغ الحكاري نتاع المدرسه. تبقى اذا كان هو باش يقوم بالشيء هذايا يقوم به، علاش لا يقول القائد نجم يعمل صندوق للتضامن مع هالمؤسسات هذه التربوية أو الاستشفائية باش نعاونوا الدولة، لأن الدولة هالمدة هذه فيها فقيرة وإلى آخره، ما فيها بس. ولكن هذايا موش زكاة، هذايا ممكن يعمل صندوق اكتتاب اسمه، الاكتتاب هذايا يخضع للقانون، والقانون ينص على أنه ممكن لبلدية أو حتى لجمعية أن تفتح اكتتاب، والاكتتاب هذايا يلزم يكون مرخص فيه من قبل رئاسة الحكومة. إذا كان المفروض على سي العيوني أو غيره من البلديات أنه إذا كان يحب يعمل اكتتاب باش يعاون الدولة بارك الله فيه، ولكن يسميه اكتتاب مش زكاة، ما يعطيش الاسم الديني هذايا، ثم أنه يلزم ياخذ الإذن من عند رئاسة الحكومة. هل أخذ إذن رئاسة الحكومة؟ لا ما خذاش، إذا العمل نتاعو غير قانوني. طب نرجع في السؤال سي سفيان، العمل غير القانوني هذايا ممكن طبعا اي حد باش ينجم يرفع قضيه ضده للمحكمه الاداريه، والمحكمه الاداريه احنا نستفيق في القضاء الاداري بخصوص، ونعتقد انه طبعا اذا قمنا بالقضيه هذه فالقضاء الاداري سوف يمنع هذا الصندوق وكل الصناديق المشابهه، ويزينا من الاعتماد على الجانب الديني اللي هو الناس يقدسوه باش نخليه نستخفوا بعقول الناس ونكذبوا عليهم ونرجعهم كانهم باش يقوموا باداء فريضه دينيه الركب باش نعطيوها في الناس، الله اعلم باش نعملوا بهم. وحنا عندنا تجارب نتاع 26 26 21 21 ولا شنو، وما نعرفوش شنو اللي صار فيه الفلوس هذوما. اذا كان الناس ساهموا في 26 26 خوفا من نظام بن علي، هنا باش يوليو يساهموا خوفا من الله، يعتبروا نفسهم باش يقوموا ب فريضه دينيه. هذا الركب فينا علينا ما عنده حتى علاقه لا بالدين ولا بالشعائر الموجوده. واضح. شكرا لك سي منير الشرفي رئيس المجلس التونسي للدفاع عن الحقوق المدنيه ومدنيه الدوله، شكرا على تدخلك معنا. دونك جدل قاعد صاير باب التظلم، ممكن انه الناس تمشي المحكمه الاداريه وتطعن في هذا القرار، كما كنا نحكي وربما مساله التسميه ومساله انه نحكيه على زكاه معناها ركن من اركان الاسلام، ومعناها يمكن هو اللي خلى الجدل هذا قائم، خاطر كما كان يحكي قلت هو اكتتاب تسميها اي صندوق وتقول اللي يحب يزكي خاطر
فما ناس سفيان اليوم تقول لك انا نحب نزكي، انا عندي برشا فلوس ونحب نزكي ولكن ما عنديش وقت وما نعرفش لشكون نمشي نعطي الزكاه نتاعي. نرجع نجاوبوا بعد هذا الفاصل حبيب، فاصل ورجع. بعد إعلان النتائج لمسابقة إيلو برودوي دو لاني لدورتها الخامسة لسنة 2020 بتونس، نلقاو أغذية الأكثر تتويجاً من بين الشركات العالمية والتونسية المسوقة محلياً، وذلك بخمس منتجات: لكريم أبيزونت، بديل الزيت، لغولون، لابخي غازاج، لجيل دونتير. هذا يزيد أغذية إصرار وعزيمة باش تواصل الابتكار من أجل تحسين أداء منتجاتها وتقديم الجديد في السوق التونسية. أغذية صحة لينا. ميدي مات، الخبر الصحي والكلمة حرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. نتحدث على الجدل القائم بعد علينا رئيس بلدية الكرام الأستاذ فتحي العيوني انشاءه وافتتاحه لأول صندوق زكاة في تونس منذ الاستقلال، باش يكون غدوة في الكرام. كنا نتحدث مع سيد منير الشرفي اللي أكد بأنه معناها الجدل هذا قائم بخصوص هالجدل متاع الديني وديما المواضيع هذه اللي ديما تقسم. كان مشيت في الأقريت وقلت وعطيت الحجة وراك أنت معناتها مسألة أنك تعطي اليوم الموقف من بعض المسائل كما هذه تولي تصنف سفيان حتى على المستوى كما كنت أنت وقلت في المقدمة متاعك هذا ضد الدين وهذا مع الدين. اي هو شوف لو ولاو يقسموا فينا ما كناش يعني هو احنا اهل السنه والجماعه يسميونا احنا عنا قواعد اسلام خمسه على الاقل اللي هما الصلاه والزكاه والصوم والشهادتين الاولى والحج من استطاع اليه سبيل. معناها هذا الكل مسلم يطبقها انسان ويعيش دينه بكل حريه. ولا انا من الناس اللي توا مثال في قلبي وجعني الجوامع مسكره، ماذا بيا راي الناس في الجوامع وتصلي وتبتهلي لله وذيك أذن الله ان يرفع فيها كان اسمه هي ترفع ويذكر معناها في كل الاوقات اسم الله وغيره. لكن الاشكاليه هي اذا مش اللي يجي عملها سي فتحي العيوني اللي هو مقيد روحه على اساس وانه باش يرجع امجاد الاسلام والشريعه ويستند الى مسائل كما هذه. هي كلمه شريعه مش موجوده حتى القران الكريم، ثم كلمه شرعه، دونك ثم التقسيم هو جاء على اساس الصراع. احنا دوله مدنيه اكيد، لكن احنا هويتنا هي عربيه اسلاميه ونستند كذلك الى الاسلام في المواريث باغ اكزومبل، في علاقاتنا، في يعني في حياتنا اليوميه. ما زلت حول الشخصيه كلها جايه من القران الكريم ومن الاسلام ومن قواعد الاسلام بيان سور باعتماد الاجتهاد وغيره. الاشكاليه هي حبوا يقسمونا ما كناش هكايا. بيان سور تحب تعمل زكاه بتاعك شكون ضدك؟ هي واجب شخصي، لكن كذلك تحب انسان يقول باش نجمع الفلوس نتاع الزكاه للمتبرعين وغيره، تاكورد استند الى قانون. هذه الاشكاليه لانه عندك 350 بلديه ومسيطرة فيها أحزاب سياسية وتلوينات وتوجهات، وساعات تلقاهم بلقنا والأحزاب مش متفاهمة في بعضها. أنا نرى أنه استناد إلى قانون عام أفضل خير من الاستناد إلى قانون خاص وإلا إلى قانون دون رتبة القانون باعتباره أنه صادر على قرار بتاع رئيس بلدية أو مجلس بلدي وغيره. ما كناش مقسومين على مسائل كي هذه للأسف، ولينا مقسومين أنت مع الإسلام وأنت ضد، في حين أنه مش صحيح هذايا. معناها سبع ناس تحب تعمل منها أنا بسيت فيكساسيون مشكلة، وهي التونسة المسلمين وكذلك المواطنة التونسية أساس الإسلام. لكن عندنا ناس مسيحيين، عندنا ناس يهود، عندنا ناس من ديانات أخرى بهائيين، عندنا ناس لا دينيين ينجم يكون عنده هوية كي تاخذ بطاقة التعريف نتاعو، مش كما في لبنان تلقى مسيحي أرثوذكسي ولا مسلم شيعي كما في العراق تلقى تونسي وكهو. معناها لكن شعائر دينية يلزم الإنسان أولا تتعلم كذلك في المدارس، ثانيا كذلك توجد لها دور عبادة، ثالثا ترعاها الدولة والحكومة، رابعا تعطي للناس تسهيلات في ممارسة شعائرهم كما في الحج باغ اكزومبل ولا في رمضان تعمل توقيت معين في تونس ولا غيره. يعني ما كانتش موجودة ولينا نقسموا في بعضنا على مسائل كهذه. وأكثر من هذا باين نجموا نتجادلوا في المسألة مطولا. خي تو مشكلة الشعب التونسي شنو؟ مشكلته الخبز، مشكلته اليوم الدولة اللي قدمت لنا مشروع نتاع ميزانية في القرار اللي تعدى هذاك اللي هو كله تقش
للأسف مشكلته في الأمن والأمان، مشكلته في هذا. يعني معليش لهي الواحدة بحكيت كي هكا، معنا جي تقول هاو باش تعمل أول صندوق زكاة منذ الإسلام وأنا محمد الفاتح وهاني باش نفتح الدولة اللي كانت لا دينية. مستحيل. الدولة التونسية دولة مسلمة عربية جذورها بربرية متوسطية، يعني نسمى انكلوزي خليط، لكن الإسلام هو أهم رابط بين التوانسة الكل، يعني الغالبية العظمى متاع التوانسة على مستوى الوجدان، على مستوى الدين، على مستوى علاقاتهم وغيره. دونك أنا نراو أنه ثم سعي للتقسيم أكثر منه سعي للتجميع، والمسائل كذلك تأخذ من وجه نظر القوانين الوضعية. لأنه اليوم هو توك يقولوا مفتي، إيش معناها مفتي؟ ما هو الإفتاء مثال شستان ديكريتيولوجيك، إنسان يجي يقول لك هاو أعطيتك أنا ديكريتو لكن مستمد من قراءة إلى المسائل السماوية، في حين أنه ثم مجلس نواب هو اللي شرع. ما دام عندك مجلس نواب ما دام تولي كل القوانين الوضعية كان تاخذ يعني حتى الناس ورمال ترتكز على مسألة التدبير الحر في الحكم المحلي، راهو التدبير الحر ويعني يلزم يكون في كنف احترام مبدأ وحدة الدولة، وحدة الدولة وعلوية القوانين والتماشي مع القوانين العامة. خاطر يجي يقول لك واحد يا سيدي يقول لك تدبير الحر باش يعمل تعدد زوجات، ولا تدبير الحر باش نعرف الرجال ببعضهم، ولا تدبير الحر باش نبيع الزطلة. فالإكزامبل ينجم راهو ينجم على خاطر بايس العيون توا ينتمي الى تيار معين، يجيك واحد اخر ينتمي تيار اخر يقول لك يا سيدي انا باش نعمل التدبير الحر معناه يطلع لك بحاجات. احنا يلزم مسائل ثم نتاع نظام عام نتاع سياقات عامه مع احترام الاديان عدم ازدراء الاديان، ومع معناها هذه المسائل. اليوم المشاكل هذه تولي معناها تكبر، كما القضية نتاع الطفلة اللي عملت التدوينة، هي عمرها ما كانت مدونة وعمرها ما كانت مثقفة وغيره، ومشات تستنسخت حاجة وقريت لها مقالات وغيره، هي حتى كانت تشوف تبعها الفتاة هذه ما عندهاش حتى مستوى فكري ولا غيره، تولي قضية ولي الناس يدافعوا عليها وكأنها هي سمبول ولوزا لوكسمبور، والناس يشيطوا فيها وكأنها هي كما شيطوا الرابعة العدوية ولا غيرها. هذه الإشكاليات في مجتمع اليوم. أنا نراه أن البلديات تمشي في السياقات العامة احترام الدستور والقوانين النافذة، الاجتهاد محلول، لكن الاجتهاد في المسائل الدنيوية أساسا. وحتى سيدنا لما جاء قالوا له كيفاش نعملوا في تقليم النخل وغيره، قال لهم أنتم أدرى أعلموا بأمور دنياكم، معناها الاجتهاد وفيه قواعد. يعني الفضل بن سي بن عاشور خو رفع معناها أستاذنا كتب عياض كتب كتاب اسمه نعم فوق الواقع، قريت وانا تو عنده شي 25 سنه وخرج في ديسيون سيليف يحكي فيه عن المسائل هذه وحاجه خارقه العاده. انا نراه انه الافضل وانه نجنبه ما يفرق التوانسه، خاصه انه ما ثم حتى تونسي. شوف تو كانوا عندنا 400 جامعه وقت الاستقلال، تو عندنا 6000 واش صفاقس كان فيها، تو اكثر البلاد فيها جوامع هي صفاقس. صفاقس تبناو فيها يجي 2000 جامعه بعد الثوره، فهمتي؟ يعني مش مشكلة انك تبني جامع ولا تبني مسجد ولا غيره، هذه متعارفين عليه التوانسة الكل واحنا متفقين وانه ديننا الاسلام، لكن بلاش تطرف ونكونوا متأصلين بدون ان نكونوا اصوليين، وما نخلقوش مشاكل تفرق، نمشيو الى التوحيد بتاع التوانسة، واعتصموا بحبل جميع الله جميعا.